بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، دافئ على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة كمان فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ده على فترات متقطعة. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، بتمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا ان في انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة يمكن العظمى النهارده 18، والجو واحنا جايين الفجر كان برد فعلا. بالفعل، وطبعا في استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة، ويمكن احنا من امس في تعمق للمنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، وده اللي جعل ان في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي بيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. نشاط نسبي للرياح دايما بيخلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره والبروده، غير كمان ان مصادر الكتل الهوائيه على سطح الارض كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. يمكن احنا بالامس شفنا كمان تساقط الامطار اللي كانت متفاوت الشده على المحافظات الساحليه. اليوم ايضا متوقع استمرار انخفاض قيم درجات الحراره، عظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، فأجواء مائلة للبرودة شتوية فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية. يمكن تكون مائلة للدفء في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات فور غياب أشعة الشمس طبعا مصدر التدفئة بيعيد، فبيكون في انخفاض لقيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر ومحسوس فترات الفجر، فترة الصباح الباكر، لأن الصغرى فترة الليل في المحافظات الشمالية بتكون ما بين 10 وال 12 درجة مئوية، محافظات شمال الصعيد بتكون 5 و6 درجات، فبالتالي أجواء فترة الليل بالفعل تبقى شديدة البرودة. شديدة البرودة بتوصل أحيانا لحد الصقيع، بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء أو شمال الصعيد أو محافظة الوادي الجديد. اليوم كمان طبعا متوقع على مدار اليوم يكون فيه أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدي أحيانا على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط. هل هتمتد للقاهرة؟ بالفعل الأمطار اليوم هتمتد للمحافظات الداخلية، أمطار خفيفة المتوسطة على جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، بعض الأماكن كمان من الصحراء الغربية، وقد تمتد في كميات أقل لمحافظات شمال الصعيد أمطار خفيفة. يمكن اليوم هيكون أجواء شتوية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية. من بكره الاثنين ان شاء الله يبدا تاثير المنخفض الجوي يقل، فبالتالي تبدا كميات الامطار تقل، تكون امطار خفيفه متوسطه على المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري، مش هتمتد للمحافظات الداخليه. ترجع تاني السبوره المائيه ظاهره جويه بتاثر، لان هي فعلا كانت في اختفاء ليها النهارده، انا لاحظت ده وانا جايه. بالفعل، لان احنا عندنا منخفض جوي بيساعد بشكل كبير على تكون الشبوره المائيه، نشاط نسبي للرياح ايضا ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه، لكن ان شاء الله التحسن الكامل في الاحوال الجويه هيكون من يوم الثلاث حتى نهايه الاسبوع، وهتكون الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه. بس احنا هننصح كل الساده المواطنين، لان انخفاض قيم درجات الحراره مستمر معانا خلال الايام اللي جايه وخاصه فتره الليل، فلازم نرتدي الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه مع تساقط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره وشبكة الكهرباء. يعني في سرعه في الرياح كمان واضح ان هي موجوده، دي اللي مخلينا شعورنا او احساسنا ببروده الجو اقوى. بالفعل بالامس كان في نشاط لرياح خلينا نحس اكثر بانخفاض قيم درجات الحراره، النهارده في كمان نشاط لرياح لكن اقل من امس، بس نشاط رياح ايضا اللي موجود اللي يخلينا نحس بالبروده. هو كمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها، يعني الهواء اللي جاي لنا اصلا هواء درجات حرارته منخفضه بالشكل الكبير، فده بيخلينا نحس بالبروده اللي احنا شايفينها فترات النهار وفترات الليل. كمان فترات الليل المناطق الصحراويه بتبقى ليها طبيعه مختلفه، او الاماكن المفتوحه والمدن الجديده تحس بالبروده اكتر كمان من المحافظات الداخليه.
أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 18 الصغرى 11، العاصمة الإدارية 18 10، الإسكندرية 17 11، العلمين الجديدة 17 10، مطروح 16 9، دمياط 18 11، بورسعيد 18 12، الإسماعيلية 19 11، السويس 19 11، العريش 19 10، كاترين 13 2، طابات 18 12، حلايب 24 18، شلاتين 26 17، شرم الشيخ 23 14، الغردقة 23 14، الفيوم 18 7، بني سويف 19 6، الوادي الجديد 21 5، الأسيوط 19 5، سوهاج 20 7، قنا 21 8، الأقصر 22 9، أسوان 22 9. واضح ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، نخلي بالنا من الطقس خاصه في الساعات المتاخره من الليل وفي الصباح الباكر، ونخلي بالنا ان من بكره هترجع مره ثانيه الشبوره المائيه صباحا، يجب على قائدي المركبات توخي الحذر خلال القياده في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لمنى ومحمد عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير مصر. شكرا ليك يا دينا على الجوله دي. شكرا.